نجمنا متعدد المواهب، ولما بيعمل حاجة بيعملها صح قوي. كورة نجم عالمي ومحترف تلحين لأكبر النجوم، أما بقى لما بيجي يحقق حلمه ويمثل فبيمثل مع أهم النجوم. هو فؤاد هريدي في شربات لوز، وحمادة في حواري بوخارست، وسامح في السيدة الأولى. اللعيب أحمد صلاح حسني. النقلة من الكرة للتمثيل كان قرار صعب قوي، بس أنا كنت واخده بيني وبين نفسي في الفترة الأخيرة اللي بلعب فيها كورة. يعني أنا أصلاً كنت عايز أمثل من وأنا صغير، دي قصة بقى ما حدش يعرفها، إن أنا من وأنا صغير أصلاً كنت اتجاهي كنت عايز أمثل، كنت عايز أخش معهد التمثيل وأمثل، بس كنت في نفس الوقت رياضي، كنت كويس جداً في الكورة، وبعدين لقيت نفسي بنتقل من نادي ليوبلس للنادي الأهلي، وبعدين من الأهلي لألمانيا، رحت شتوتجارت، وبعدين لعبت منتخب مصر، فلقيت إنه يعني كانت صدفة رهيبة. أنا قعدت مثلاً يعني لما بطلت كورة كنت صغير، وكانت ناس متضايقة إن أنا بطلت يعني. بالصدفة بقولك انه كان مسلسل شربات لوز، وكان استاذ خالد مرعي بيعمل اوديشنز، فبالصدفة كان في مساعد مخرج اول اسمه طارق خليل، كان شافني في باخد كلاسز كتير عند مروه جبريل وفي كذا حتة يعني، فرشح اسمي من الناس اللي هتعمل الاوديشنز يعني، فروحت زي اي حد خالص، دخلت عملت اوديشن لمشهد وقال الاختيار عليا يعني. استاذه يسرى، انا يمكن حظي الوحش ان انا اول مسلسل عملته مع استاذه يسرى، بس انا ما مثلتش معاها غير مشهد واحد بس، صامت انا وهي واقفين قدام بعض وبنكره بعض جدا، والحقيقه غير كده خالص. ان انا بعشق يسرى، كل الناس بتحب يسرى يعني. فهي وقفت قدامي وقالت لي انت هتبقى ممثل كويس جدا، انا عارفاك انت كنت لعيب كوره وبتحب التمثيل، وقليلين قوي اللي بشوف عينيهم ان هم بيحبوا التمثيل، فانت هتبقى حاجه كبيره. فده انا لسه فاكره لحد النهارده يعني. مبدئيا عفاريت عدلي علام مع استاذ عادل امام، يعني كفايه ان انت تقف قدام استاذ عادل امام، قيمه كبيره جدا وحلم لاي ممثل يعني. واكيد الكلام ده اتقال كتير، والناس كلها بتقوله، كل اللي بيشتغل مع استاذ عادل بيقول نفس الكلام، ولازم يقول كده يعني، لانه احساس ما يتوصفش. والممتع فيه هو انه بتشوف بني ادم بيشتغل الشغلانه دي بقاله سنين طويله جدا، وقد ايه هو بيحضر، وقد ايه هو بيحب شغله، وقد ايه هو مجتهد جدا في الشغل وبيراجع كتير. يعني تفاصيل استاذ عادل امام بالنسبه لي كانت رهيبه. بس اللي انا فاكره هو طبعا اول مشهد بتعمله مع استاذ عادل امام، يعني حاجه، وانا كنت عامل عفريت، فعفريت بقى وميك اب وتاتوهات وبتاع، وبعدين وقف كده، فاول شوت خالص عمل الحركه بتاعت حواجبه دي، اللي هو رفع لي حاجبه كده، فطبعا الكلام كله اتمسح.